إذا يبيأس من الأول للعاشر ترى بإمكانه. النجاح في الاستمرارية بالذات في الخير. فإحنا تضحية طول الموسم. أمير بتشوفينا اليوم بعد إن شاء الله. خلينا نشوف. الدولة الحمراء ولا الدولة الخضراء؟ يمكن لمسوك اشياء بسيطة بس النقاط البسيطة لازم تصيدينها. التفاصيل ترى هي الأساس، وهي اللي يمكن تخلينا نواجه ونتجاوز أي أخطاء، والبصيرة تسبق البصر مرات. ما خاب من شاور. الاختلاف يمكن عندك ما زين ما يمشي، بس عندنا زين يمشي. الشخصية هذه أنت مع التحليل. كل إنسان وهو نظرته في النهاية، بس لازم تكون قاسي ساعات. احنا خلصنا فترة اللي نطبطب على ظهور بعض، وتعرف متى توقف وتاخذ قرار حازم في سبيل النجاح. النجاح مو بيوم وانتهى الموضوع. ونجاح البعض مضمون، ونجاح الغير يمكن افقد الامل منه خلاص. لا لا تفقدين الامل. يعجبني الشخص اللي يعترف. ما عليك من الماضي، عليك من اليوم، عليك من اليوم. من الحين أقول لكم، مقياس يقول إن اليوم طويل وفي وايد أحداث، والأسماء اللي لقطتها أول ما شفتها أقادير، ببرسك، أمير، تالنت، وأناكن، يعني فيكتوريوس الزعيم، الفرسان والرعود. بس نبتدي ونكتشف سباق العيد الوطني هالسنة شو بيقول. ميزتها عارفه قدرها، يعني ما تفهمين كل شيء. في شيء انزين عندك شيخ ناصر سالف الشيخ ادعي زوج فيه احسن. It's one culture. صح. One family. شنو أول شيء تفكرون فيه لما نبدأ المرحلة الأولى؟ أنا شوي عجولة، وهو يمكن ميزة أو عيب، بس أنا دايماً أتوقع
توقع يصيب ومرة يخيب، بس ما أقدر ما أتوقع. يعني مثلا مرحلة أولى، شنو بقول عن كل هالخيل؟ 19 في المجموعة الأولى وبعدهم بدقيقة KHK. ومثلا في هاللحظة أبي أقول أني ما أبي أشوف خيل KHK الحين، لأن أعرف مو هدفهم ينافسون. وهالسباق كاس العيد الوطني، يعني ما أعرف إذا لازم أمر عليهم مجموعة مجموعة أو لا. ومو بس كذي، مو بعرفة إذا أقدر أعتبرهم مجموعات أصلا، ولا سباق اليوم مجموعة واحدة واللي بيتأخر ينسى أنه في تعويض. وأبي أقول بعد جملة وكملها، من بيقدر على بيبيسك؟ من ما بيقدر على من؟ بتكملينها بمن؟ سؤال بعد؟ دكتوريوس، هاي جملتك انت قبل تكون جملة الجميع. ما يعني قولي لي على من عشان أقول لك أنا. ما أعرف والله، إذا كان السؤال واضح أقدر أجاوبك، كذي سؤال مو واضح. أغادير أخطر أصلا. من بيقدر على أغادير يعني؟ ما حيقدر. اليوم المرشح الأول في السباق أغادير يعني. أغادير. ليش حاطين عينكم على أغادير؟ يمكن اللي شفناه بعيننا السنين اللي طافت، لا هو اللي بطل يعني. تشوفين من الخيل بوقي سوى نفس أغادير، نفس مستوى أغادير. أغادير وايد ناس تختار أغادير مع أمير. أمير خلوه الحين وعطوني شوي لبعدين. وايد ناس تختار أغادير مع أن أنا اليوم ما أحس إني بختار أغادير. أغادير على كمل الجملة، خليها مفاجأة. المفاجأة إن الرعود ماسكين الليد نفس السباق اللي طاف. إيه بس آخر مرة ما حللت لكم اللي صار بالتفصيل، ومهم تعرفون إن سرعة هالمرحلة كانت 30 وإذا نزلت 29. ترى أنا ما لحقت على المرحلة الأولى. والله الخيل كلها ويا بعض. وكلهم عدوا الفحص والجو بيساعد ترى إنك تلحق حتى لو تأخرت. يعني ما طفني شيء مهم. لا. بلى، خيل الزعيم اللي مع عصام خذ أكثر من 13 دقيقة في الفحص. يعني باختصار بقول خارج السباق. بس أنت جاهز اليوم؟ والله أنت شيء. لأن أنا بالنسبة لي أنت السباق اللي طاف ما كنت جاهز. لا ما كنت جاهز السباق. اليوم جاهز؟ اليوم إيه أكيد، بقول لك يعني بنقص علي عليك بقول لك إن إحنا ما بجاهزين اليوم. جاهز مع من اليوم؟ مع يعني كذا خيار، كلنا ترى إحنا في شو اسمه ترى الجروب الأولي كلنا مع بعض. وأدري مساعة قلت لكم ما بتكلم عن KHK، بس اليوم نافس عم نزلها. قالوا لك نافس؟ ومنجلاند عطاني شعور شوي إنه يستحق. فحص في أقل من دقيقتين، يعني إذا يبي يكون مع المجموعة الأولى بيقدر. بس بعد شفنا فرس الشيخة نيلة. إيه فرس ممتازة طيبة، شفتيها مع المجموعة حتى في القلب من أحسن الخيل، قاعد يشتف حط ورانا دايرك، ف إن شاء الله تأدي. إن شاء الله تأدي، بس أنا قلت لازم ألحق على الشيخة نيلة لأنه كل سباق انتظر وعقبها ما تكمل. لأن الخيل اللي موجود اللي قاعد تشتغل عندي كلها جديدة، فأكيد بشارك بالموجود. يعني فرس اللي أنا عليه اليوم عديت هالسباق اللي طاف، دخلت في نيتي أنا ماشيها ممشي معين، كملت ثامن. بس في ذاك السباق وصلت بعد الأوائل يمكن بساعة، فما أعرف في خيل يغشنا أدائها في المرحلة الأولى وبعدين نكتشف أنه ترى لا. فرس خلصت بسرعة. فرس قلبها زين الحمد لله. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يتعب بمرحلة. يا رب إن شاء الله. عقب الأخيرة. عقب الأخيرة. عقب الأخيرة.
مفروض نتوقع أن الوضع في المرحلة الثانية بيتغير، غير أنه في خيل ما بتقدر تواصل على نفس البيس. فلي قبل 20 كيلو المجموعة صارت ب16 خيل، 3 من الفرسان. قوي الخيل اللي ويانا، بس خيلنا بعد قوية، إن شاء الله أنه يعني نجاريهم. خيل الشيخة نورة أداءها فوق الممتاز، صح؟ يعجز الكلام عنها. أنا كنو زكور بشكل عام، كجسم، كضمر، كأداء في التراك، ك يعني الله يطول عمرها، كانها 20 سنة هي تدرب، عدت يعني مع احترام حق المدربين، وين المدربين عدتهم بتكون أفضل. 3 من الزعيم. مشغول ويا الرجل، انا مشغول ويا الزعيم. ولا احد مشغول ويا نفسي. احسن لك. احسن شيء. احسن شيء. ابي استمتع انا ابي استمتع. زين بس انا جاي اليوم استمتع. حتى لو سبقت استمتع لانني احب الرياضة واستمتع بها. عبد الحق يعني مجتهد، ولكن يعني خيلا نتوقع ما بتعطي لي المراحل الاخيرة. بعدين خلا مفاجأة. لينا من النصر ومنجلاند من كي اتش كي. كان في كاس الملك للشباب في السنة اللي طافت ويا 12. والسباق ما كان سهل. لا يمكن خيار صدق زين إنه مخلينا ينافس اليوم. هي اليوم متعكة، قلنا خلينا ينافس يعني نشوف. وأربعة من الرعود، 3 من فيكتوريس الحين. وترى أنا صايرة ما أركز مع فيكتوريس من البداية لأنهم بالنسبة لي شبه مضمونين، وكل اللي أبي أعرفه من منهم اللي بيوصل في الأخير. الشيخ دعي موجود هني بس داخل مختفي. أحسن الشيخ دعي يكون مختفي. والله مرتاح أشوفه. مرتاح. شفيه مرتاح. قلنا أمير متغير. واثق في أمير يعني. الصراحة اليوم بس يعني اول مره اشوفه مو متوتر وامير يركض. الصراحه اول مره اشوفه مو متوتر وامير في السباق، احس انه واثق من الحصان وايد. ما يبي قاعد هنا، بس شفته قاعد، شفته طالع في المرحله. قال هاي شكلها قالت عني ذيك الحلقه مو طالع، وذي قال خلوه اطلع اليوم. ايه تسكت عني. ايه بس تعليمات اتي في اللوب. تعليمات الشيخ دعي، تعليمات من ومتابعه من؟ المهم أمير اللي عقب هالمقدمة خيوله بعيدة. أقرب خيل كي اتش كي بفرق 6.5 دقائق، وخيل الزعيم بفرق 7.5 دقائق، وخيل الرعود بفرق 9 دقائق، واللي وايد بعيد ما أعرف إذا مهم أصلا نذكر أسماءهم الحين. خليت الفريق يمكن نشوف مجموعة ثانية، بس انتظروا وانتظروا لكن ما حد يا. فرجعوا بالسيارة يدورون، وعقب وقت طويل وصلوا 6. والله سلمان أنا رجعت القرية مع المجموعة الأولى، بس عارف إن اللي في هالمجموعة مو سالفة إنهم متأخرين على هالسباق. فكر حق بعيد. بس بين اللي فكر لبعيد وبين هالخيل. رحت ورقبت خيلك واحد واحد، دورتهم، قلت إذا بيسوي مفاجأة مو في إلا شهد. ما في توقعاتك خير سر. يمكن انت ما تعرف من اللي فيهم جاهز. هذا ما بيكون في توقعات اللي جاهزين وياه، ما بتوقعينه. صدق؟ اي. خله خمن. خلينا مع المفاجآت. انت خلي الوقت يحكي. انت تو الناس بتخلصين هالشريط بصراحة. لا لا. شوي شوي. بس ابي اخمن. زين بعد صار لي الثاني استهين فيه. من؟ صار لي لعب 360 بطل عالم، راح بطولة عالم. اي. ما احس. ما تحسين؟ لا. يعني ما تفهمين تلبي. والله جايز ما اقدر اقول لا الحين. ناس ما انت تلقطين للشريط، احنا نلقط للسباق. خلينا مرحبا على نلقط. والله اللي خاف نعيد شريط العام، بس في كل الاحوال والله عندي وايد اشياء ابي اقولها هذه واحنا لحين في المرحله الثانيه. بس 15 وصلوا، 13 منهم اللي طافوا الفحص وتعرفونهم، والفرق أقل من دقيقتين.
بس سرحان من النصر تأخر. وما عليه، الشيخة نيلة لحين موجودة. خليفة من الفرسان بعد تأخر وايد، أكثر من 14 دقيقة. بس تبون الصراحة، بعد عادي دام أناكن موجود وزكور موجود، وترى هم مو كالعادة ورا المجموعة بشوي، لا وسطها، والشيخة نورة ماسكة السرعة مع الأوائل من الصبح. بس الحين خلاص الحين في نص الموسم، احنا لازم نجهز خيلنا، وخلاص جهزنا خيلنا الرشات اللي طافة، والحين لازم نفوز. أنا أبي أسأل عن أناكن، لأنه صراحة أحس أنه هو يعني خبرة أكثر من زكور. والله زكور تو حصل، ما صار له وجه يعني. أناكن صار له تقريباً بس عمر سنتين عندنا. بس زكور أحس أنه أفضل. شنو اللي شفته في زكور حسيت أنه هو أفضل من أناكن؟ لأن الرئيس اللمية كانت وقلبه كان يتأخر، لأن أول مرة يروح على هذا البيت، بس اليوم قلبه يعني ما شاء الله عليه، شفتي يفحص قبل أنك كن في خبرة، بس اليوم قلب زكور أثبت لنا أنه هو بطل قوله إن شاء الله. في المرحلة اللي بتجي لو فرقوا عنكم، أنتوا يعني بتكونون على سرعة معينة ولا بتزيدون؟ وياهم ما بنهدهم. أي لو شنو يصير وياهم؟ وياهم لو شنو يصير؟ إيه نعم. لو يطيرون 30 بتطيرون وياهم 30؟ لا 30 عاد يعني هاي على حسب خيلنا، إحنا إذا خيلنا تقدر تروح 30 بنوديها 30. والله شوف أنت بتقول إحنا للموت يا فيها يا ما فيها. ملاحظين إني للحين ما تكلمت بعمق لا عن الرعود ولا عن فيكتوريوس؟ تبون تعرفون ليش؟ سمعوا بس. أنت ما تلاحظين إلا اليوم أمير؟ لا اليوم أمير وايد أحسن، يفحص أسرع. ايه؟ وفي التراك ما شاء الله وايد زين. ايه؟ فما أعرف الشيخ دعي الظهر غير له، غير أسلوبه مع الحصان، بس الحصان متغير صراحة. أحب اللي يسوون لي هلون استانس. فخلوا عنكم فيكتوريوس والرعود الحين، ويايينهم في المرحلة الثالثة جريب. الجناحي بسرعة جريبة 29، شيخة نيلة 30-31، نايف وكاتلينا وسيسيليا 28-29، عيسى سندي 27-28، كلهم يحاولون يلحقون على السبع اللي قدامهم اللي انطلقوا ترى قبلهم بدقيقة أو أقل، لكنهم ساحبين 28 مو بأقل. وترتني المرحلة شوي، في 10 دقائق وصلنا 5 كيلومتر، واللي كانوا يحاولون يلحقون وصلوا ما عدا جناحي، بس استراتيجية غريبة شوي، وعلى هالسرعة ما أعرف شلون بنكمل. تبون الأغرب بعد؟ ببرسك عرفتوه صح؟ ترى أنا متابعته من بداية السباق، بس أنا أعرف إنه حد مرحلتين وبس، والحين ماسك مقدمة المجموعة. بس يعني صدق انت يمكن انت اخر حل ويا بي بيرسك. ما قلت لك الاسبوع اللي قبل ما تعرفين في حصان يتوافق مع رايدر ما يتوافق مع رايدر ثاني، فان شاء الله الله يسمع منك وتوافق هالاسبوع ويرد اسم الحصان. يرد هو يعني عمره ما اثبت عشان يرد. نتمنى منه خير ان شاء الله. تحس بي بيرسك صاير انضج هالسباق؟ يعني أكيد قطع لها المسافات يعني مركبة الحصان راكب ما عنده مشكلة، لا بعد فتن لا هذا في مين يسار، الحمد لله مركز في السرعة ورا الخيل يعني، فإن شاء الله الأمور طيبة اليوم. قمنا الأسرار منه وحين قاعد ننفذها وياك إن شاء الله. مبارك ما عنده أسرار ببرسك، لو عنده أسرار ببرسك كان فوز وياه من زمان. هو يعرف ليش ضلع على الحصان له، فأعطانا السر عدلنا عليه، بدنا الله يواصل ما يضلع. أشك الصراحة في إنهم خذوا الأسرار من بومبارك. ببرسك سنتين ما خلص سباق، لكن هالمبروك هالريال أول مرة سوف يغادر سوى شيء. أنا متعجب. أول مسار الأصفر اللي سواه عثمان ما شاء الله عليه، عثمان ما شاء الله تبارك الرحمن
رايدر ونعم وخلوق يطمن على الجميع في الترك. ببرسك غير اليوم. ولا بنعطي عين بس عثمان ما شاء الله متوفق. فالحصان كذا مرة ما يتوفق فإن شاء الله يكون هاليوم يوم. دام هو يتدرب عن فكتور استفالي فيه. أقول لي ببرسك أنضج اليوم من كل مرة. اليوم نعم صح. ليش اليوم يعني صار أنضج؟ شو سويتوا يا ببرسك؟ غير وجوده مع عثمان. ما نفس الشيء ترى يعني نفس الخيل يشتغل حاله حال الخيل بس اليوم ببرسك دائما أقوى حصان فارس رقم 33 أربعة في السباق لكن ما قطاف المرحلة فارس رقم 35 ظهر هو يفهم أربعة دقائق وستة يصيد الحطة ويسوي روح عليه بس احنا عرفنا المشكلة الحين فاينلي يعني سنتين عرفنا وين المشكلة حلينا هالمشكلة باختصار في المكان المناسب لديه ما شاء الله أربع دقائق وشايل ترى جهد كبير في ببرسك ويا عثمان يعني هو اللي يسحب راسه هو اللي قدام اللهم لا حسد بس أحس إن عثمان اللهم لا حسد حق اللي انت ذكري الله عشان ان شاء الله اليوم لا اله الا الله لا اله الا الله زين ذكري الله قلت افسه لا تحطين نجوم ذكري الله ما حطيت نجوم انا الحين كنسلت ان شاء الله اليوم يكون يوم ذكري الله بس انا احب ببرسك الصراحه وعلى اللي قاعده اشوفه منه ما عندي شك انه بيقدر يفوز بس ماسك المقدمه مع من مع امير تعرفون امير من عرفتوني وانتم تعرفون امير وترى انا ملاحظته من الصبح بس ساكته وقلت ما بغربله شوي بخليه على روحته بس عارف تعرف ليش ما بغربلك ليش لأن أنا يعني أصلا فقد الأمل في أمير وأحس يعني وايد عطيناه أكثر من حقه في كل سباق طاف وايد يعني سوينا له اسم عود يمكن هو ما يستحقه لا لا أمير بتشوفينا اليوم بعد إن شاء الله ليش فقد الأمل لا لا تفقدين الأمل لا تفقدين الأمل لا كنت بفقد الأمل ثلاث سنوات بس ما تحكمي أنت عليك بالاستمرارية النجاح مو يوم وانتهى الموضوع النجاح في الاستمرارية بالذات في الخير أنا يائسة من أمير كلش لا بالعكس أنت ما تلاحظين إلا اليوم أنه هو أركد لا اليوم أمير وايد أحسن يفحص أسرع وفي التراك ما شاء الله وايد زين إيه. ولا بنقول شيء زياده نظرتك انت مو بعود في نظرتي انا عود كل انسان وهو نظرتي في النهايه انا تمللت من امير تملل لا اليوم بتشوفينه بتتذكرينه وايد بعد ان شاء الله يعني بس خلاص اناف امير ليش اناف ليش كفايه ليش اناف ليش بس تعبت وانا الفح على امير ويمكن يوم يفوز ان شاء الله خلاص خله في المركز الثالث مكانك زين لا يمكن يفوز اليوم ان شاء الله ليش في ستوري يمكن هالاسبوع يمكن لمسوك ما ترين اشوفه هدى شوي ما شاء الله عليه يعني اكتسب خبره يعني هو احتاج ثلاث سنوات عشان يصير عالي اي ما غلط في خيل عقب خمس سنين تغير النجاح ان انت تشوفين امير هو المختلف ان قاعدين نشوف امير في المجموعه الاولى المجموعه وتشوفين الاداء مركز كل مره يكب بلانكر ونيرفس الحصان تشوفين هالمره بدون بلانكر من الاولى من احسن ما يكون قاعد ياكل مع الخيل اي في اضافات لا شيء هاي النقاط البسيطة لازم تصيدينها بناء عليها تبنين معطياتك ساحر اللي خلوه يصير أركان انت تعرفين من أعرف والأكيد إنه مو بعبد الحق من الصبح هو يقول لي مفاجأة ومفاجأة والحين تالنت بدأ يتأخر بتقولون لي يمكن يرجع يجدد لا ما ظن بس بعد القائمة تستمر عيسى السندي متأخر عن المجموعة بشوي الشيخة نيلة وقفت وخلاص انسحبت ومانا بنقص على روحنا ونقول هالشي ما كان متوقع ومعاهم كارلوس بعد واللي بقوا قدامكم بقى على القرية شوي والهواء هني يذبح بس فوق ذي عثمان زاد سرعته فوق 33 واللي معاه زادوا بعد وفي اللي قاعد يصير الحين في خسائر بتصير هذا شيء اكيد اولهم شهد مع باليرمو عبد الحق بتسوي ها لا بيعرف ايش بتسوي الحين عاد انا اسال السؤال واعرف الجواب ما بيقدر يسوي شيء بس في ذمتكم
وانتوا تشوفون اللي قاعد يصير ما بتسألون الشيخ ناصر ايش قاعد يسوي بالضبط؟ الفريق الاحمر حددنا الخطه. ايه الفريق الاخضر الدوله الخضراء يبون يعرفون الخطه. عاد رئيس الدوله الخضراء هناك قاعد بعيد. والله هذه علامات الثقه، مهتم بالرعاه وقاعد الرعاه. الله يسلمهم ما قصروا بدعمهم من السباق وما شاء الله ثقه. مغير استراتيجيتك هالموسم احس. مو نفس كل موسم قاعد تسوي شيء غير تصفي الخيل من البداية. أنا أصفي خيلي قبل أصفي خيل الناس حق بطولة العالم. بس أحس هاي الشيء اللي قاعد تسوي قاعد يعني كأنك تختار من بنفسك في المرحلة. مضبوط. والله ما أشوف السباقات هنا. أنت تعرفين هالشيء، عندي أسماء أقوى من هذه اللي موجودة اليوم، 6 أسماء أقوى من اللي موجودين، حفظتهم كلهم حق دبي، لأن بعد هناك أبي خيلي تروح هناك تنافس في دبي. الحين يسمحوا لهم بالسباقات من شهر 1، فبندخل الخيل هناك في دبي وندخلها كمود تدريب عشان تحتك مع أعداد كبيرة، تحتك مع السيستم الكبير والأعداد الهائلة من الفرسان والتبريد في القرية وغيره. في نهاية الأمر 5 رؤوس مطلوبة يشيلون علم مملكة البحرين بحرين العالم. فأحنا تضحية طول الموسم. ايه لان اللي قاعد تسويه بعد يعني قاعد يخليك صدق بعد تخسر خير. ما يهم اليوم احنا خلني اربط لك مره ثانيه بفوزنا في الكاس الدولي في الفلات ريس. ترى كان مبني على تضحيه. ففي خيل يمكن ما تشوفينها ترجع صح، وفي خيل ما شاء الله تستمر، لكن لو ما اخذنا هالاسلوب ما نفوز. فساعات الجراه تودينا الى الفوز، فنحتاج الجرأة من الحين الى شهر 5 سواء كان في القدره ولا في الفلاتريس. تلقين اسلوبنا اسلوب يعني شوي فيه جرأة وفيه اندفاع. يعني انا كنت حاسه ان الشيخة نورة ما بتخليك في حالك هالسباق. الشيخة نورة كافو وهي اللي اثبتت الصراحه للحين هي ويانا، ما شفت الريزول بس احس ان هي بتنطلق معنا. لا ما اعرف بلانتي 4 دقائق قريب 5 متأخرة عنكم مينوتهم. طبعا بلانتي بقول لك شيء، بلانتي هذه مو بغلطة مدرب، هاي غلطة دكتور. يا هالدكتور. والله انا توني مساع داخل عنده قلت له حرام انطقيته بلانتي على 66، بلانتي على 66 حرام بس استعجلوا. لأنك يعني صراحة ما خليت مجال ياي يروحون معاك ياش بيسوا. أنا ما إحنا خلصنا فترة اللي نطبطب على ظهور بعض ونروح البطولات الكبيرة. الفارس رقم 10 كل واحد يشيل بروحه. لديه دقيقة و4 يعني تعرفين شو اللي صار بالمرحلة الثالثة؟ سوينا أفرج سبيد 29. سوينا اللي علينا خلاص. ما تحمل السرعة اللي صارت. أول منافسة للحصان وأول يعني ثاني 120 له من العام، بس نافس اليوم سوى اللي عليه. يعني فلينا الخيل 11 درجة درجة و40 ثانية ليه ما تمكننا من هالشيء؟ الحين صفوة الصفوة بدت، كل واحد راسه براس الثاني مطاحنين، وكل حصان وكل فارس مو بنتنازل حق الثاني. فالحين المرحلة الأخيرة يمشون ممشي قوي، يمشون ممشي قوي ما بينزلون عن 30، وبتصير عملية البقاء للأقوى. تحسفت الشيخة نورة إن قالت لكم خلكم وياهم؟ لا قالت. أول شيء قبل لا أطلع المرحلة قلت لك يعني معاهم هاي النظام بطاقة الملك معاهم للموت. لو وصلنا إلى المرحلة إلين الريل إلين الكيلو الأخير والخيل لحد الآن ما تنازلت عن بعضها البعض، بتخليهم تبي تشوف؟ بخليها بين الفرسان، بس شرطي بين الفرسان ما في فول جالب. ليه؟ ما نبي نخسرها. احنا يعني الفول جالب عقب ال 120 كيلو زين. عاد احنا كنت بتخليهم 30 في المرحله الاخيره. يعني ذبح هدوء عرفتي؟
يعني شي يقطع عرج واحد يخلي يدمي شوي شوي مو مره واحده. ففرساننا خبره ولا وفي يعني ما شاء الله عندهم ذوق عندهم احترام لبعضهم البعض. يا انا يا عثمان لازم اطف امير سمعت الحصان فين ها انا التشالنج الاول انه الحصان يطلع 120 لما تاكل السبعادات لكن بدنا الله بيقطع 120 والاول ان شاء الله هاشم امير ان شاء الله انه اليوم غير بس يعني هو دائما في المرحله الاولى يجاوب اذا يقدر ولا لا في المرحله جوابنا. الاخيره اقصد لا جاوبنا اعطاني مؤشرات اذا ما الله غير عليه شيء امير إذا حقيقه بيفوز امير في المركز الاول تعرف انا وايد طحنت على امير صح كلنا لازم تقول لي شنو سويت في امير وعد لازم تقول وعد اقول لك شنو صار في امير اذا فاز بالسباق اذا ما فاز ما بقول لك بس اذا فاز اول مره من 3 سنين اشوف الرعود يطلعون المرحله الاخيره بدون تاخير من اللي انا لحقت عليها فازان و اسماعيل اسماعيل واكادي 3 minutes and 40 seconds خلينا نشوف الدولة الحمراء ولا الدولة الخضراء الخمسة كانوا يمشون بسرعة فوق 30 أمير، بيبرسك، أكادير، بانكو، هوب وعقب اللي صار هالسباق لا نظن أن الثلاثة بيوصلون للأخير صدق في نفس الوقت كان خالد مع أنيكن منطلقوا بسرعة 30 لكن ما توقع يلحق عليهم ويمكن مثل ما قال خالد بيلعب على أخطاء الآخرين دامه صار بعيد وكل شيء الحين بيمر بسرعة 15 دقيقة وهوب أخر وأمير محاصر بثلاثة من فيكتوريوس حد هاللحظة أنا محتارة بينهم بانكو بعد خف والحين عاد خلاص يا أمير يا أكادير يا ببرسك يلا نراهن عليك لازم نفوز اخر 5 كيلو بس سيسيليا مع اكادير راحت في المقدمه وشوي شوي رجع عثمان لكن امير ما ابي اقول شيء وبينهم شوفوا ايش صار ما اعرف شو اقول ليش ما تعرف شو تقولين لان قلت له الكلام من شهر لان هذه امير اي نعم هذه امير اي والله قلت من شهر انك ان شاء الله بتسبق الحمد لله اسمع له مسمى هالحصان الله يبارك الله يبارك بس انت اخرت ببرسك كان يقدر والله تبين صدق حافظ سنتين ما خلص سباق بس كان يقدر يعني ما شاء الله مسوي 27 افرج ايش نبي ازيد الحمد لله حصان سنتين ما خلص سباق ما شاء الله إيه اهم شيء نعرف انه صدق كان يقدر ما شاء الله يعني يقدر وايد بس وايد انا ما بغينا ايش سويت انت ويا بيبرسك شلون انضبط وياك بس قريت عليه قبل ما اركب لا صدق صدق عثمان شلون بعد لا صدق ما تم ما تطوف كذي السالفه ترى ليش ما تطوف في شيء انزين انت الشيخ ناصر انت غرقت وايد بس ما بغينا ما بغينا نلحب زود عرفتي عطاني مؤشرات ان الحصان مو بصحه امير مو بصحه اكادير يا اخي طلع هاي ما بوقف ليش اوقف دام الحصان فيه وانا فيني
حتى لو حصان في ما في وانا فيني بعد بوصله اوقف ليش؟ ما لي عذر اوقف. الباقيين اللي قبله لا وقفوا من التعب. هذا الحصان عطاني مؤشر انه ما يقدر يواصل ما يقدر يجاريهم، فليش نضغطه؟ ما حد وراه. فبس نخليه يخلص السباق ان شاء الله يعني نكسبه حق السباقات الجايه. بيب اول ببرسك. ببرسك بطل. انت خليته بطل صراحه. الحمد لله. تذكرين كنت اقول لك اللي ما يبي يصير ريال مسوي ريال اولهم امير غصب يعني مو بفضيل. سمعناك تقول حق الهوشمي بتخون ولا لا؟ امير شفتي اداء اليوم؟ قلت لك غير. ايش قلت لك مساعه؟ هاي امير شفتي الحصان باليوم بلانكير مركز واموره طيبه يعني. ما اقدر صراحه ما اقول هاي الكلام بس احنا صدق 3 سنين واحنا نعاني مع امير، لكن يعني الحين ما اقدر ما اقول ان صدق ظلامنا امير هال3 سنوات كنا نقول المشكله فيه، لكن المشكله ما طلعت في امير، المشكله كانت في تدريب امير. هذاي انا ما اعرف التدريب شنو وش صار. انا مالي بعد. يقول لك عثمان للحين في ماي في القريه ما خلص. هذا عثمان تعال سويت مع امير اللي خليته بعد 3 سنوات يقدر على المركز الاول، مو بس يقدر على المركز الاول، شفنا منه اداء واسلوب وركاده غير طول مراحل السباق. لانه طيب بقى 3 سنوات في الموسم. اي ما عليه بس عقب 3 سنوات جاب المركز الاول. اليوم يعني مو بس هو اللي تعب. بطوله عزيزه على الجميع مناسبه العيد الوطني. وهذه تكفيني انا الصراحه وتكفي الرعب. اعرف تحب امير وايد. زوج فيه الحصان؟ غير. هذا هو امير، امير اللي ظهر اللب الاخير ما يتنازل. انت يعني ما شفت ان امير غير اليوم؟ غير. الافرج سبيد 28. يعني الحصان ادى اداء غريب وعجيب. وما فاز بالساهل. فاز تنثرت الخيل معه. سواء كانت خيل الرعود نفسها ولا خيل فيكتوريوس ولا الفرسان ولا الزعيم ولا الباقيين اللي كانوا معانا مشاركين، فاز بيمناه ما عطيناه الفوز. انا قلت لك قبل اتمنى هو اللي يفوز، لكن لو صار السباق قلنا لهم روحوا توكلوا على الله كل واحد بذراعه، امير هم مره ثانيه بيفوز. فهذا مو بالجواب على السؤال. المرحله الاخيره يعني ما يقدر على الاول، ما يقدر على الاول؟ لا انا لو سامع كلامك العام في كاس الملك يوم قلتي لي خلي يروح 26 سباق نسيتي انت العام. إيه؟ لو ها اي لو بس انت ما سمعت. قول مثلا ما خاب من شاور زين، فالشيخ ادعي شاور ان هذه حصان بطل عندي ابطال وعندي خيل زينه، ايش رايك؟ يعجبني الشخص اللي اعترف بالحق فضيله. ادعي قال يعني اعتقد عندنا افضل، شلون نقدر نعطي احسن ما احنا نقدر عليه؟ يعني هل في شيء احنا ما فكرنا فيه؟ هل في تمرين احنا ما سويناه؟ هل في امكانيات احنا ما وفرناها؟ شنو بالضبط اللي نقدر نسويه عشان نخلي خيلنا تركض خيل ركض خيل فيكتوريوس؟ فهذا الجواب ان احنا تعاوننا مع بعض، نبي نرفع المستوى للصالح، تركيزي بطوله العالم، ابي اطلع الافضل من الخيل، ابي اعصر الخيل عشان مره ثانيه منتخبنا يكون فعلا في خيل قد حالها تنافس العالم وترفع على مملكه البحرين. معليش الواقع عليك اليوم لا تخليه من فوز اليوم. لا ما قلل، مستانسه على امير، من مستانسه ان عقب يعني 3 سنوات الحمد لله شهدت فوز امير. الحمد لله الحمد لله. بس الشيخ ادعي كانه توه يعرفني، وسامحوني ادري وايد قلت 3 سنوات بس ابي تحسون في اللي قاعده احس فيه. أنا يهمني الماضي كثر ما يهمني الحاضر، وبدون الماضي ما ظن كنا بنوصل هني. لا سميها الثالثة ثابتة. لا بسميها 3 سنوات. زين ترى هاي الثالثة ثابتة. هذه الرابعة. إي ما عليه ما عليه. هاي الرابعة. إي ما عليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله. كانت تذكرين رجعي حق المقابلات شنو قلت لك؟ أنت أشياء بسيطة بس. إي بس أنا ما برجع ذي المقابلة. إي أنا برجع المقابلة يوم قلت لك
ما فكرتوا صح. شنو؟ ما فكرنا صح؟ إيه؟ أمير بينه بين الفوز شعاره. إيه مو فوز. زين. يعني إحنا التخطيط اللي من البداية اللي ماشينا هو الصح. دحين مصر بتقول لي ما قد غلطتوا مع أمير؟ يمكن كان الغلط هذي حفاظا عليه عشان اللي سواه اليوم. ليش ما تقولين هذا مو بغلط؟ عاد لو شنو أقول الحين هذه الرعود. ولو عقب مليون سنة ما بيقتنعون إنهم غلطوا من قبل مع أمير. وعارف الشيخ دعي ما بيعجبه الكلام بس أمير عاقبني بدالة نهاية السباق. عنيف أمير. أنا من أول 6 كيلو 7 كيلو عرفت إن أمير هو الفائز، لكن الواحد ما يضمن الشيء، يعني يبقي بعد توفيق وحظ في الأخير. توفيق والحظ ضروري. الحظ بعد. الحظ؟ لازم. أنا مؤمن في الحظ هني. يعني ما أسوي شيء حظ. يعني اجتهاد وتخطيط. يعني إيه أحس اليوم أمير فاز من اجتهاد وتخطيط مو بحظ. صح؟ خلي الحظ في الأخير مو عاجبة الحظ الحظ. زين الحظ في الأخير عشان خاطر الشيخ دعي لأن أمير فاز اليوم. بس بعد. لحين ما عرفت شنو كان السر في التدريب. لا والله تعاوننا والله. السر في التدريب، السر في المشاورة، مشت مع بعضها البعض الخيل، فيعني كانت مختلطة، جهود مشتركة. هو اللي اختفى يعني هو صامل موجود كل سنة وأداء نفس الأداء. أكادير موجود. نعم. تسمايل بعد من الخيل اللي موجودة مو فيها السباق بس يعني تموا. اليوم يعني. مو بس هو اللي تعب. بطولة عزيزة على الجميع. فربع تعاونوا وما دلل عرفتي؟ فاحنا اللي سويناه النظام دمجنا الرعود بفيكتوريا سمير. من ناحية التدريب ومن ناحية التجهيز. تركيزنا بطولة العالم. بعدين عقب بطولة العالم تفتل السبحة مرة ثانية. نرجع نفس أول. إيه نرجع نفس أول. باوتشر 160. باوتشر 160. بنتخاوى كلنا مع بعض البعض، بنكون راكبين خيل مالت بطولة العالم، عادة 160 مسافة طويلة، ونبي بس التأهيل، نبي إحنا نخلص من سالفة الإليت، نبي نسوي الكومبينيشن رايدر وحصان أو فرس. فنبي نخلص كل هالأمور اللي بتعيقنا حق بطولة العالم إذا ما خلصنا منتخب. عندنا أبطال العالم، عندنا جمة بطل العالم، عندنا أليكس المركز الثاني في بطولة العالم، مو بقاصر عندهم أنا الثالث على بطولة العالم، وماريا ماريا مرت جمة بطلة العالم كذا سنة بطلة أوروبا كذا سنة. السباق له طعم وله لون وله دور، بنطلع كلنا مع بعض. نحاول ان شاء الله كلنا نخدم بعضنا البعض في الروت الين ما ان شاء الله نخلص السباق ونتأهل. فرس عظيم. طبعاً إحنا من شهر ننتظر نشوف الشيخ ناصر ويا كالأندريا اليوم، بس اللي بيعرف إن اليوم بتعطي جواب كالأندريا ولا تو الناس؟ يقول عن زين كالأندريا بتتقبل رايدر غيرك؟ ما ذم حدا قال لا. يجي يقول فور مي بعد I am very happy the rider is Sheikh Nasser not one typical rider and I for me it's important the next World Cup try to win the World Cup with Sheikh Nasser. But do you think she's the perfect fit for him? I don't know, but you have to know. شو هو الجواب خذا
سموه خذوه من متى؟ اليوم مو أول مرة يركب. لا ركبته في تمرين قبل السباق. وكلمت أليكس تلفون. لأن أنا ترى قبل فايز على حصان أقصر منها وأضعف منها. اسمه موبسكو. فزت فيه في 160 في التشيك. في خيل سبحان الله من الحجم الصغير تحمل الأوزان. في خيل حتى لو هي كبيرة 16 هاند وزائد ما تحمل الوزن. يعني هي تركيبة الحصان وتحمله للوزن. فكلمت أليكس قلت له أليكس ايش رايك في الفرس هذا الفيديو انا تمرن عليها انا احس ما قلت له طبعا احساسي انا حسيت ان الفرس ما تدري بالوزن شي از فيري سترونج وين يو بوت ذا ويت ان ذا مات نو 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 فيل ذا ديفرنس وين دونت بوت ذا ويت يو نو and my training normally is the similar weight than Chuck Nasser and she is a very strong man. وانا اليوم وزني مو بوزن السباق انا وزني اليوم اكثر بكثير من وزني في السباق تعرفون شكلي يوم السباق شلون اكون مشفوق ف ادش في برنامج مكثف وقوي اني انا انزل وزني قد ما اقدر عشان اكون قريب من الفرسان هم يكونوا على 75 انا اكون حولهم حسيت اليوم بوزني هذا ان الفرس ما عندها اي مشكله ابدا وكل ما طلبت منها اصلا ما اضطريت اني اطلب منها بس ابي اشوف هي الفرس تقدر ولا لا ما شاء الله فرس عندها خبره راقده فيها كل تصرفات الابطال الحصان اللي يلعب ويسحب وهذا هذا فيه يعني نشوه ركض لكن ما عنده الخبره هذه ما شاء الله قطعت اميال واميال وعارفه شو يا لوكس لايك وي ديد سو فار فور لوبس اند هي لوكس ريلي اندرستاند ذا مير اند It's not easy mare to ride for what we saw in the past. يعني سموك بتطلع اليوم بتفكر في كالندريا ولا بتفكر في خيارات ثانية؟ For sure, he need more options. But Calandria for sure is one of the best options for me, for my opinion. Honestly, the performance that Calandria did is much better than Bucephala. Bucephala is she's a very nice one to ride, and she's a big one. It's comfortable. And I think she had a lot of qualities, but to be very honest, it is in this moment looks better. Calandria. ما في شك إن هذه خياري الأول. إن شاء الله ما يكون خياري الأخير. بس هي خياري الأول حالياً إن شاء الله. عندي خيل طيبة بعد حق الأشهر القادمة. عندنا يناير وفبراير ومارس. يناير بنشوف بازوكا. بإذن الله أو خيار ثالث يمكن. فالحين لحد الآن إحنا قاعدين نقيم في الخيل. في عندي بعد حصان. مو أقل من بازوكا يمكن أفضل بعد من بازوكا. What should I say? Ask him. Who wins that race? Huh? Who win in World Cup? Alex is a good friend. I would like to say inshallah my wife or me, but I think it will be a very tough race. أعرف سموك يعني في بطولة العالم بيركبون معاك ثلاث فرسان صح؟ أي نعم. توتال أربعة. خمسة. خمسة؟ أوكي. فبيركبون معاك أربعة. أعرف يعني يمكن في معايير محددة بتنقيها في هالأربعة صح. اللي يبون يكونون معاك في هاليوم يأخذون الصفات منه هو صبور قلب قوي يعرف أن أنا رايح مو فقط للبطولة أنا رايح أمثل مملكة إذا أنا ما حسيت في هذه يعني هذا الشعور لا أنا قاعد محلي وخلي غيري هو اللي شفقان حق هذه البطولة إنزين يروح يشاركها أفضل صح أي طبعاً طبعاً يعني بس الحين الخيارات مع القانون الجديد ما تسمح لنا إن إحنا صراحة ننقي الفرسان هي الخيارات اليوم ننقي الخيل لأن القانون يلزمنا إن إحنا نشارك على حصان إحنا مشاركين عليه من قبل فاليوم مثلا دخل معانا في حصيله المنتخب اليوم محمد الهاشمي محمد مع امير الحين صار ويانا في المنتخب هل امير بيوصل لكاس العالم ان شاء الله فيكون هو من ضمن الخيارات فاحنا شو اللي بنسوي بنزيد الخيارات قد ما نقدر ندفع بالخيل واللي يبقى منهم هذه المنتخب سموه قالت كلمه انا ما عندي كلام ثاني اقدر اقوله لك ولا اضيفه لك قالت احنا هذه السنه احنا ما عندنا عذر بس انا اليوم ابي امسح اخر عذر ممكن يكون اللي هو ان خيلنا قاعده تتمرن وتتجهز هنا اي
كافي. اي كافي ما نحتاج اي شيء بالعكس هني احسن. Here the condition is more difficult and have deep sand is for preparing good the speed with the race, but you need the horses need a limitation for the another track. But I think Calandria come back to my home for training for World Cup, not to stay here. في شيء واحد أخير أفكر فيه وأبي أقول لك إياه. أحس هالسنة قاعد يعني مو بس تلعب على المكشوف أكثر من المكشوف وما قاعد أفهم ليش. لأن اكتشفت هالشيء هذه أن يعني الخيل خلق الله. ما يقدر الواحد يزيد هالكثر ولا يقدر ينقص هالكثر. إذا أنا أعلنت أسماء هالخيل ولا أعلنت أسماء خيل ثانية إيش بيصير يعني؟ فأنا صار هذه أسلوبي الحين، أعطي الخطة قبل لا يصير الشيء ونمشي على الخطة. صارت صارت، ما صارت إن شاء الله المرة الجاية. لا تصير. إن شاء الله. إن شاء الله. عقب كل سباق في كلام يظل في قلبي قبل عقلي. ما خاب من شاور. يعجبني الشخص اللي يعترف، اعترف بالحق فضيلة. لا تصدقيني إذا تعذرت. لا ما بصدق. أحب اللي يفهم أن القرار الصعب للبحرين واجب، والمستقبل ما ينبني بحظ، يحتاج عمل. وكل اللي أشوفه قدام عيوني في يوم بيوصلنا الفرحة ما لها وزن. خل نختلف عادي، بس المهم نتعلم ولا نعاند. ترى كل يوم مع أهل الخيل درس ما له ثمن، وفي النهاية ما في درس أكبر من حضور راس هذا الهرم. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. الله يطول عمرك، يوم طويل الله يطول عمرك. صباح الخير. جمعة الله يطول عمرك. عليك. Thank you very much. Good الحمد لله. نريات. Amazing drive. I've been with you five. You started at five. Alex. Hey. والله طال عمرك. It is a pleasure for us, Your Majesty, to have these champions here. Alhamdulillah. No, the pleasure is for us to be in the country. With now, in this race, Tul Amr, in this race, the current world champion, second place, third place, and the most person who won first the first place. And again, first place plus. Yes. Alhamdulillah. Wonderful ride. Beautiful. Yes. Quality, Tul Amr. Quality horses. This is the horses are wonderful. Quality. Yeah. We prepared the horses for the World Championship, and it was a pleasure to ride here in Bahrain. Yes. I'm Sheikh Nazar Keras, like I will say like brothers, but no, like sons. It's one culture. That's yeah. One family. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much for being with us here. Thanks to you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. We still have the bed checker. هدى. هدى. نعم. هدى. كيف حالك؟ الحمد لله طيب الله يسلمك. مرحبا. مشكور على جهودك. مشكور طال عمرك. بالحق الشيخ ناصر نبي رايك في الفرس اللي راكبها اليوم. اي فرس عظيمة. ان شاء الله. ان شاء الله نشوفها ببطولة العالم. ان شاء الله.